السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نواصل الحديث عن تاريخ المعتقدات والأديان، ومن المفروض في هذه الفيديو أن أتكلم عن الديانة الزردشتية التي تعتبر أقدم ديانة توحيدية سماوية ظهرت في إيران قبل 3000 سنة على يد زردشت مؤسس هذه الديانة. وكل الديانات السماوية والتوحيدية تنزل من الزردشتية. ليس هناك قبل الزردشتية ديانة سماوية توحيدية كاملة كالزردشتية، لهذا اعتبرتها النقطة الفاصلة والأولى التي ننطلق منها لفهم الديانات السماوية التوحيدية اللي جات من بعدها. وسوف نتكلم في الفيديوهات القادمة عن هذه الديانة، ولكن الذي أردت أن أقول هنا إن هذه الديانة لم تظهر من عدم، بل هي تطور وتخمين لديانة منتشرة في منطقة فارس يطلق عليها المزدية أو الزردشتية القديمة، وهي باسم إله الخير هرومزدة. المزدية ما نشبش نتكلموا عليها، باش نعطي فكرة عامة عليها، وهي ديانة تؤمن بالثانوية أو ما يسمى بفكرة الضدين، الخير والشر، النور والظلام، الفوق والتحت، اليمين واليسار، وتعتبر كل العالم وكل الكون متكون من ضدين، حيث تقسم العالم إلى مجموعتين، الشيء وضده. وهذه الديانة المزدية التي لا يعرف لها تاريخ أو كيف ظهرت أو متى ظهرت، أما المنطق يقول إنها بدورها تطور عن الديانة التي نطلق عليها أيضا الهندوكية المنسوبة لمانو، واللي تكلمنا عليه في الفيديوهات السابقة. وهذه الديانة مانيش باش ندخل في تفاصيلها أيضا، ولكن هي تؤمن بالطبقية، الطبقية في الأرباب والطبقية في الكون، حيث تؤمن أن هناك عدد لا نهائي من الأرباب، ولكن على شكل مثلث أو على شكل هرمي تصل إلى قمة الربوبية، وهي براهما الأول والذي أوجد آلهة أخرى، وهم بدورهم أوجدوا آلهة أخرى، وهلم جرى إلى أن وجد الكون الذي كان بدوره طبقي وبطريقة تسلسلية. ولهذا هذه الديانة رسخت فكرة الطبقية حتى في المعتقدات متاعها كمسألة أساسية، تؤمن بعدد لا نهائي من الأرباب ولكن تجعلها سلم الأولوية أو ما نطلق عليه السببية. إذن يمكن أن نقول نظمت الآلهة على شكل هرمي، وهي بدورها لم تظهر صدفة، وإنما ظهورها نتيجة انتشار فكر البراهما أو ما يسمى بالإنسان العارف للحقيقة، وهو على حسب معتقدهم هو التجلي المادي لبراهما الأول. يعني البراهما العارف للحقيقة هو في الحقيقة تجلي البراهما الأول الذي أوجد الكون على حسب اعتقادهم، أي عبارة على العودة. ومن هنا جاءت فكرة العودة الأبدية. وهؤلاء البراهما أوجدوا آلاف من المعتقدات حول العالم، والتي تطورت وأصبحت معتقدات وأديان منتشرة في كل العالم. ومن هؤلاء البراهما هناك
من كون ما نطلق عليه اليوم الديانة البرهمية، التي هي عبارة على ديانة لخلق الأنبياء والرسل الذي هم بدورهم يخلقون الأديان والمذاهب. هؤلاء البراهمة بحد ذاتهم لم يظهروا صدفة، بل هما نتيجة تطور المعتقد الفيدي الذي تكلمنا عليه في الفيديوهات السابقة. المعتقد الفيدي الذي ظهر قرب واد الغنج لا يؤمن بالطبقية، وإنما يؤمن بالتداخل الأزلي، حيث كل رب هو مستقل بذاته ولم يظهره أي رب، بل هو ظهر مباشرة من العدم وتجلى على شكل هذا الكون الذي نحن موجودين فيه. اليوم الفيدية تقول إن كل موجود في الكون هو تجلي مادي من العدم، فهو أوجد نفسه بنفسه. الفيدية لا تؤمن كما قلت لكم لا بالطبقية لا بالخلق، وإنما بفكرة ما نطلق عليه بوحدة الوجود، أي أن كل شيء له أصل في العدم وظهر عن طريق التجلي أو التطور بقوة إرادية داخلية طبيعية موجودة فيه من الأبد. ومن هنا جاءت فكرة كل واحد رب نفسه، أي كل شيء هو واجب الوجود ولم يوجده أحد. إذن ما دامك أنت موجود في هذا الكون يعني عندك وجود سابق في العدم. هذه هي الفكرة الأساسية اللي طورها الفلاسفة وأطلقوا ما يسمى بالفكرة الكلية أو الفكرة الأصلية التي تطورت وأوجدت الكون، أو ما نجده في بعض الأديان ما نطلق عليه بالأسماء، الأسماء التي كانت موجودة ثم ظهرت بشكل مادي. إذن الفيدية تقول إن ما نقول إنه الرب هو الوعي الموجود في كل شيء موجود فينا، أو ما يسمى الإرادة الداخلية لكل موجود في هذا الكون، ويعتبر طبعا إن الإنسان هو أعلى درجة الوعي والإرادة. بالنسبة لهم هذا الكون وهذه الحياة عبارة على فاصل بين عدمين، العدم الأول والعدم الأخير، العدم قبل الولادة والعدم بعد الموت. وفي هذه المرحلة الوجودية في هذا الكون يجب على كل موجود أن يكون رب نفسه، ومن لا يكون رب نفسه بعد أن يموت يذوب في العدم الكلي. إذن هم يقولون يجب على الإنسان أن يعرف ذاته لكي يصل إلى مرتبة الخلود في العدم الأخير، أي العودة للعدم وهو واعي بوجوده الفعلي ولا يذوب. هذه الفكرة اللي نلقاوها عند البوذية ما يسمى بالنيرفانا. إذن هذه المعتقدات الفيدية التي تحولت من بعد إلى الديانة الفيدية اللي نعرفوها اليوم بدورها لم تظهر من عدم، وإنما ظهرت بعد الكارثة التي وقعت فيما يسمى واد السند نتيجة فيضان كبير أو كارثة طبيعية. طبعا بعد هذه الكارثة الطبيعية الأشخاص اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة كثير منهم، بعضهم انتقل للهند وأوجد ما يسمى بالديانة الفيدية، وبعضهم انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط قرب ما يسمى بواد دجلة والفرات جنوب العراق، وكون الحضارة السومرية. هذا التشتت الذي وقع لحضارة واد السند يشبه نوعا ما طوفان نوح. معتقد
واد السند كان أقرب للغنوصية، ويمكن نسميه الفيدية القديمة، وهي لا تؤمن بالكتابة ولكن بدأت في الكتابة وتطوير الكتابة، ومن هنا بدأت الانحراف عن الفكر الغنوصي الذي لا يؤمن بالكتابة. حضارة واد السند كانت عندها معتقدات فردية، حيث إن لم تكن تؤمن بفكرة السيد والعبد والمعلم والتلميذ، ولا بفكرة الرب والمربوب، وترفض فكرة إن أحدهم ينصب نفسه ربا على الآخرين، لأنها كانت تؤمن بأن الكل متساويين رغم اختلافهم. بل ذهبت أكثر من ذلك، حيث تقول إن الاختلاف هو موجود مجرد في الغلاف المادي نتيجة تطور المادة، أما الجوهر هو نفسه بالنسبة للجميع، الذي هو بالنسبة لهم العدم أو الصفر، وهذا الصفر نتيجة إرادة داخلية تطورت المادة لكي تتلائم معه، وأصبح هذا الاختلاف الذي موجود في الكون على حسب إرادة كل جوهر ومسيرته في هذا الوجود. طبعا احنا ما نشبش ندخلوا في هذا النقاش حول الفكر الموجود العقائدي في منطقة واد السند، ولكن يمكن أن نقول أن معتقدات واد السند هي الغنوصية، يمكن نقول هذا الكلام. وحضارة واد السند التي هي ما نعرفوش قديش طالت، يمكن أن نشبهها أيضا بمرحلة ما بين آدم وتفنح. هذه المرحلة هي حضارة واد السند، وهي الذي ظهرت فيها الغنوصية الكلامية في الأول، من بعد داد تتطور وبدأوا يوجدون الكتابة وينحرفون عن الفكر الغنوصي الأصيل، وبدأت تظهر فكرة السيد والعبد والأستاذ والتلميذ. ولكن في تلك الفترة وقعت الكارثة وانتقلوا إلى الشرق وإلى الغرب نحو دجلة والفرات جنوب العراق. يمكن أن نقول إن معتقدات واد السند هي أقدم المعتقدات المنظمة، رغم اللي كان في هذه الحضارة نوع من التعاون بين الأشخاص، ليس هناك فكرة الرئيس والمرؤوس بالمفهوم اللي عرفناه من بعد، وليس هناك فكرة الأستاذ والتلميذ، كان هناك تساوي وتعاون. منها جاءت الفكرة كل واحد رب نفسه، ومن هذا الفكر جاء من بعد ما يسمى بالفكر الشيوعي وفكرة لا رب لا سيد. لازم تعرفوا اللي أي فكرة أو إيديولوجية موجودة توا عندها جذور في التاريخ، ما جاتش هكاكا صدفة، ما فماش حاجة صدفة نحيوها من بالكم، ما فماش حاجة هابطة من السماء. إذن معتقدات حضارة واد السند هي الغنوصية كما وصلت إلينا كتابيا، نجم نقوله كما كتبوا فيها، ومنها تنطلق كل الأديان وكل النظريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية وكل العلوم اللي موجودة توا. هذه حقيقة يعرفها كل عارف لهذه العلوم. هذه الغنوصية تقوم على فكرة الفردية أو الاستقلالية، حيث تؤمن إن كل شيء موجود في هذا الكون عنده أصل في العدم، موجود من الأصل وسوف يبقى موجود، لهذا لا تؤمن لا بالولادة ولا بالموت، وإنما تنقل ما يسمى الجوهر من مرحلة إلى مرحلة، ولهذا لا تؤمن بسيطرة شيء على شيء، رغم إن في عالم المادة لاحظوا هذه السيطرة التي هي غير موجودة في الجوهر، ولهذا تعتبر محاولة السيطرة يعتبر شر في عالم المادة. باهي منزيدش نحكي التفاصيل على المعتقدات
الغنوصية، ولكن اللي حبيت نقول إن الفكر الغنوصي اللي ظهر في منطقة واد السند لم يأتي من السماء هو بدورة، ولكن السؤال من فين جاء؟ هنا المؤرخين يبقوا عاجزين على الإجابة، لأن قبل هذه الفترة ليس هناك الكتابة باش توثق شنو وقع بالضبط. إذن فين توصل العلماء إلى أن قبل حضارة واد السند هناك حضارة كلامية، ولكن السؤال أين وجدت؟ المؤرخين يطرحون عدة احتمالات. هناك نوع من المؤرخين يقول لك أن هذه الحضارة الكلامية مغمورة تحت المياه، بعضهم يقولوا في المحيط الهادئ، بعضهم يقولوا في المحيط الهندي بحذا أستراليا من بين أستراليا والهند، بعضهم يقولوا في المحيط الأطلنطيكي نواحي إفريقيا أو نواحي أمريكا، بعضهم يقولوا في البحر الأبيض المتوسط، كل واحد إيش يقول. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني يقول لك لا، موجودة فوق أرض من الأراضي اللي هي الآن موجودة، معناتها ظاهرة ما هيش تحت الماء. بعضهم يقولوا في أمريكا الجنوبية وبعضهم يقولوا في إفريقيا، يعني هذوما الاحتمالين الكبار حول وجود هذه الحضارة الكلامية. وهناك أيضا اختلاف بين المؤرخين، هل هذه الحضارة الكلامية تركت آثار مادية ملموسة؟ هنا اختلفوا، بعضهم يقول لك تركت آثار مادية ملموسة، سوى أنها غمرت تحت المياه، سوى أنها موجودة الآن في مناطق معناتها كما جنوب أمريكا أو في إفريقيا، ولكن البعض منها لم نطلع عليه بعد أو لم نعرفه بعد. بينما هناك النوع الثاني يقول لك لا، هذه الحضارة كانت كلامية بحتة ولم تترك آثار مادي، وهذه هي الحضارة التي يأتي منها أصل الغنوصية الكلامية البحتة 100%. حضارة ومعتقدات واد السند جاءت نتيجة انتهاء الحضارة الكلامية، قد تكون نتيجة كارثة أو تدمير من الداخل، ما نعرفوش الأسباب وما عندناش أدلة تاريخية تثبت بالفعل وجود هذه الحضارة أو كيف تم القضاء عليها، ولكن المنطق يقول إن حضارة واد السند لم توجد من عدم، بل نتيجة حضارة أخرى تسبقها اللي هي هذه الحضارة الكلامية التي كانت جدا متطورة في الوعي والفكر الإنساني، وإن لم تكن متطورة في البنيان لكي تترك لنا آثار ملموسة يمكن من خلالها أن نتعرف عليها، ويمكن تركت لنا آثار لم يتم اكتشافها بعد، إما مغمورة بالمياه أو موجودة تحت الأرض ولم يصل إليها الإنسان بعد. إذن بعد أن دمرت هذه الحضارة الكلامية أو اختفت، ظهرت حضارة واد السند، ولقرب منطقة الشرق الأوسط لمنطقة واد السند يتركنا نفترض أن هذه الحضارة قادمة من الشرق الأوسط، ولكن هل كانت في الشرق الأوسط؟ هنا الأمر صعب، لأن منطقة الشرق الأوسط في الحقيقة ليس فيها شعوب أصلية، بل هي مفترق طريق، وكل الشعوب اللي فيها هي شعوب هجينة ليس أصلية، مستحيل تكون أصلية، فهمت؟ يعني منطقة الشرق الأوسط كلها شعوبها هجينة 100%، وهذا ليس عيب. عندما نقول هجينة ليس عيب، وتو نحاول باش نفهم علاش معناتها مش عيب تكون هجينة. واللي ما يعرفش كلمة هجينة شنو معناها، يعني نجم نقوله هي خليطة مختلطة من عدة شعوب، كما نقوله احنا بالفرنسية ميتيس. إذن شعوب الشرق الأوسط اللي يطلق عليهم عرب واللي يطلق عليهم يهود وغيرهم كلهم
شعوب هجينة ليس أصلية. والاختلاط والتنوع عمره ما كان عيب، بل كان مصدر قوة، خاصة عند الإنسان، لأن الإنسان هو أكثر حيوان واعي، واختلاط الأجناس يقوي وعي الإنسان. طبعا هذا مش موضوعنا احنا هوني، وبش نرجع وبش نحكيه على منطقة الشرق الأوسط وكيفاش هي هجينة وشنو وقع في الفيديوهات القادمة. هوني اللي همنا هي هذه الحضارة الكلامية. إذن أقرب للمنطق أنها تكون مرت بالشرق الأوسط، ولكن فين كانت موجودة؟ أكثر الاحتمالات أنها كانت موجودة في البحر الأبيض المتوسط، جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وجزء من الشرق الأوسط اللي الآن سوريا ولبنان وفلسطين. وعندما نقول شمال إفريقيا طبعا داخل فيها مصر وسيناء. ومن المحتمل أيضا أن تكون الجزيرة العربية داخل في هذه الحضارة الكلامية. حسب رأيي هنا كانت موجودة هذه الحضارة الكلامية التي كانت لها الاعتقاد الذي يطلق عليه الغنوصية الأصلية الكلامية البحتة. وهذه الحضارة اختفت سواء بكارثة طبيعية أو بطريقة أخرى. المهم عندما اختفت انتقلوا أشخاص منها وكونوا ما يسمى بحضارة وادي السند، قبل أن تختفي هي الأخرى وتنقسم بين الهند وجنوب العراق. الغنوصية الأصلية هي في الحقيقة ما نطلق عليه الفطرة أو الوعي الداخلي، حيث أن الغنوصية الأصلية تؤمن بأن الجواهر متشابهة كلها، وأن الفرق بين شيء وشيء هو نتيجة أن كل جوهر يختص في مجال معين، ولكن المجالات الأخرى موجودة في داخله ويتعرف عليها عندما يراها في الخارج المادي. هذه من الأفكار الأساسية عند الغنوصية، فهي تعرف الأشياء الظاهرية نتيجة وجودها في داخلها. ولهذا من الأفكار الأساسية للغنوصية هو معرفة الآخر، لأن هذه الحياة بالنسبة للغنوصية هي محدودة، ما نجموش نعيش كل ما فينا من الداخل، ولكن نختص في مجال معين ونستفيد من الآخرين فيما اختصوا. إذن هنا الحرية الفكرية وقبول الآخر هو أمر أساسي بالنسبة للغنوصية. طبعا أنا مانيش باش ندخل توا باش نحكي على الغنوصية على خطر هذا مش موضوعنا، خلينا نكملوا في الموضوع متاع الحضارة الكلامية والمعتقد متاعها اللي هو يعتمد على الغنوصية الأصلية. ومن القواعد الأساسية لهذا المعتقد هي ما يسمى تقديس الأجداد، لأن هذه الغنوصية تؤمن بفكرة أن الإنسان خلال مروره في هذه الحياة يكسب تجربة، وهذه التجربة يتوارثها الذي بعده، سواء جينيا كما يقول العلم الآن أو معرفيا. ولهذا الغنوصية تركز تركيز دقيق على الاستفادة من التاريخ، وتعتبر التاريخ والماضي جدا مهم لفهم الحاضر وبناء المستقبل. هذا الفكر الغنوصي الذي يعتمد على الأجداد منه ظهرت فكرة ما يسمى التبرك بالأولياء الذي موجودة بكثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا. ومن هنا أيضا جاءت فكرة الميثولوجيا اليونانية والأمازيغية وغيرها، حول أن بعض الناس عندما يموتوا يصبحون آلهة ويقدسون. والمؤرخين يقولون
إن معناتها عبادة الأجداد هي من المعتقدات القديمة جدا عند الإنسان. وعلماء اللغة أيضا يقولون إن اللغات الموجودة حاليا كلها متطورة من اللغة الآرية والحامية والسامية أو ما يسمى الشرق أوسطية، يعني اللغات اللي موجودة في العالم الكل توا يعني تعود مباشرة لهذه المنطقة، لأن هذه الحضارة طورت ما يسمى بالتعبير بالكلام. هذه هي أهم نقطة، وهذه الحضارة الكلامية نجد أثارها في الكتب السماوية، ما يسمى بالجنة المفقودة. أي اختفاء هذه الحضارة هي إن الإنسان فقد الجنة التي كانت في البحر الأبيض المتوسط، جنوب أوروبا، شمال إفريقيا، وشرق آسيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. هنا كان مركز الثقل للحضارة الكلامية. طبعا أيضا ما حول هذه المنطقة من وسط أوروبا وقلب الصحراء الشمال الإفريقية والقرن الإفريقي والجزيرة ومنطقة ما يسمى تركيا الآن. وطبعا هذه الحضارة كغيرها لم تأتي من عدم، بل هي قادمة من حضارة قبلها كانت موجودة في إفريقيا، وهذا باتفاق كل علماء التاريخ والأثار، حيث وعى الإنسان إنه يختلف عن الحيوان. وانتم شفتوا الفيديوهات السابقة كيف تطور الإنسان وكيف عرف أن له وعي وأنه له إحساس أقوى من الحيوان، وأنتج ما يسمى بالمعتقدات الإيحائية نطلق عليها بالفرنسية للزانيميست، حيث اعتبر الإنسان أن هو ليس مجرد مادة فقط بل وعي وإحساس. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الفيديو اللي أعطاكم ملخص كامل حول تاريخ المعتقد الإنساني. طبعا أعطيتكم حوصلة كاملة حول تطور المعتقد الإنساني. طبعا احنا ما نشبش نتكلموا على الديانات الأولى بالتفاصيل ولا على المعتقدات التي ظهرت، وإنما سوف ننطلق من الديانة الزردشتية التي هي الأم أو الأب المباشر للديانات السماوية التوحيدية اللي تهمنا هوني، وهي المسيحية والإسلام واليهودية. وشكرا على المتابعة، وكان عجبكم الفيديو وزعوه، مش لازم نوصيكم، ومعاه فيديو قادم، وبسلامة.